بداية قراءتنا في عناوين الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من بريطانيا، حيث كتبت صحيفة The Times أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يمارس الضغط حاليا على المستشارين العلميين من أجل إقرار تخفيض لفترة العزل الصحي إلى 5 أيام قصد تفادي الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بعدد من القطاعات. صحيفة لا ليبغ بلجيك كتبت من جهتها أنه بعد قرابة شهر ونصف على قرار تعليق الرحلات القادمة والمتوجهة لبلدان إفريقيا الجنوبية بسبب تفشي متحور أوميكرون، أعلن الاتحاد الأوروبي عن السماح للمسافرين القادمين من دول المنطقة السبعة بدخول أراضيه. وفي إيطاليا كتبت يومية لا ستامبا أن رئيس الوزراء ماريو دراغي مارس ضغوطا جديدة على غير الملقحين عندما قال إنهم سبب معظم مشاكل البلاد التي تشهد تفشيا قويا للمتحور الجديد، مشيرة إلى أنه لن يسمح لهذه الفئة وفقا للإجراءات الجديدة بارتياد المطاعم، قاعات السينما، المسابح، النوادي الرياضية أو استخدام وسائل النقل العمومي. صحيفة ليبيغاسيون الفرنسية كتبت أن محاولات الانتحار لدى فئة المراهقين والشباب ازدادت خلال الآونة الأخيرة، لا سيما لدى الفتيات والتي تعزى في جزء كبير منها للتبعات النفسية المترتبة عن الأزمة الوبائية.